تعالى يا عزة، نحن حمو. افتح يا بنت ما تخافيش. وطي حسك، وطي حسك يا معلم. كان ايه هربانه واحنا هربانين والحكومه عايزانا وعايزاها؟ لو حد سمعنا هنروحوا في كلبشه. معاك حق، ساعات بتفهم. شكلها مش جوه يا معلم، شكلها مش جوه. يعني ايه مش جوه؟ انت مش قايل ان انت قاطرها وان هي متكنفه هنا في المطرح ده؟ معلم وطي صوتك، او ربنا شايفها بعينيا وهي داخله هنا. اوعي تكون بتشتغلني وايمنات المصطفى تبعك وادفنك هنا. يا معلم هشتغلك ليه بس وانا جوايا نار قايده من ناحيه البت دي؟ ما انا برضه مش واكل معايا اللي انت هتبديني على عزه وتعرفني مطرحها. لله في الله كده. خلاص يا معلم، يلا بينا نروح المكان اللي احنا كنا متوين فيه، نستنى بقى حوار الورا ريشه ونسيبنا من البت عزه. هي سبب الوقفه دي مين؟ مش عزه؟ مين؟ اه ربنا عندك حق، منها لله البت عزه دي. بقى انا يا معلم هبدي عليك واحده اديتها لي في ظهري وغفلتنا وبلغت عني وعنك. كمل يا حنين، كمل. كملوا عليك عديت ياسين بعد ما ندفنوك، قول امين. الله يسامحك. ولا حاجه، فضلت هناك بقى متبت انا في الجنينه. اه لحد ما لقيتها طالعه من الفيلا. ايوه وعربيه مستنياها. اه ركبت العربيه، فضلت انا ماشي ورا العربيه. ايوه لحد ما العربيه جابتها هنا، قمت انا جاي وقايل لك. يا سبحان الله، قلبي مش مرتاح لك ياه. تصدق انا غلطان؟ انا كنت المفروض افضل هابق منك وما تشوفنيش تاني. الله اكبر، وشاهد شاهد من اهلها. يعني انت اميده ما كنتش تايه ولا الفلوس سرقت منك؟ كنت مصيح عليا يا حنين. يا ده انا الصياعه عملت لها شير لوكيشن، تايت مني وما جتليش. طب يلا بقى يا بحر الصياعه نلحق نهربه قبل ما نغرقه. نهربه فين؟ افسخ لي ام الباب ده. افسخه ازاي ده يا معلم؟ اتفسخ ازاي ده؟ انت فاكره باب من باب بحري اللي كنا بنفتحه بصبع رجلينا الصغير؟ معاك حق. طب شوف لنا اي مناط، اي ماسوره تطلع عليها. انت مش تمامك حرامي؟ ايوه العالم دي بتجيب الفلوس دي منين؟ بيت مين ده؟ مناش عرفنا. انا يا معلم انا لقيتها داخله فيه قعدت فوق الست سبع ساعات هنا، قلت خلاص البت دي مع الشاشه هنا. جيت اقول لك على طول. جدع حنين. والبت دي ما لمحتكش انت، ما كلمتهاش. انا عبيط برضه ابو اشرف عشان اخليها تشوفني وتفهم ان احنا قاطرينها وتختفي بقى عننا وما نعرفش نجيبها تاني؟ اه فهمان جحلت امك. يلا دي وز وز بالشعر الناري. لا لا دي منار، منار اللي انت دفنتها يا ابو اشرف. اه الله يخرب بيت ابوها، مش الحكومه فتحت التربه على امي الله يرحمها وخدت جثه البت دي عشان تحللها ولا مش عارف يعملوا ايه؟ يا ريتني سمعت كلامك يا امه بدل مأواها. يخص عليك يا حمو، مالك يا ضاف مش على بعضك ليه؟ ابو اشرف ما البنت دي مطلوبه، الحكومه عايزاها وعايزانا احنا كمان، يعني ممكن الحكومه تطبوا في اي وقت وياخدونا زي النوبه اللي فاتت، فاكر؟ اه فاكر. طب والعمل ايه؟ عايز الصح. انا الصح؟ اقول لك الاصح انت تروح تكن انت بعيد عن اي حد خالص. اه وانا هلبت في الجنينه، واول ما البنت عايزه تظهر هديك رنج. روح انت بقى. طب انا هروح. سلام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا مربي؟ في امر ضبط واحضار. ده ازاي يعني؟ ازاي دي بقى تقولها في النيابه؟ ولو كان قصدك المجلس فمن ربع ساعه بالظبط جت الموافقه.
وفي طلب اتقدم اصلا للمجلس؟ والله اديك رايح لهم في النيابه بقول لهم كل اللي نفسك فيه. عملت ايه كل ده؟ ده انت عملت كتير قوي يا حسام بيه، ده انت في ملف قد كده مستنيك. سبحان الله، بقالي سنين بدور عليه ومش قادر اوصل له، لغايه ما جه حد بيعزك قوي وبعتولي هديه مع طرطاي عليها اسمك. مفيش مشكله، لو عايز ترد اتفضل. الو، انا اللي بلغت عنك واحده بواحده يا حسام بيه. انت فين؟ ما قلت لك ما تسالش عليا عشان مش هتعرف توصل. سلام يا عسليه. اتفضل معايا يا حسام بيه.